شو القصص اللي انا على طول بدي اسال عنها لاي كلاينت بيجي لعنا على السيرفيس سنتر معه انفرتر او اي برودكت داي؟ خلينا نتاكد من داليا شو المعلومات اللي بتطلبها من الكلاينت قبل ما يفوت لعنا الكلاينت. اوكي، بالنسبه لاي انفرتر بيفوت لعنا على الصيانه، اول شيء بنسال الكاستمر اذا بيعرف مين الوكيل، منين شاري، 22 سيريال نمبر او 23. اذا بيعرف من عند اي وكيل وكان ولا مره قبل عنا بالصيانه بيفوت اندر وارنتي فور فري اوف تشارج. ال 23 ما كان من عند وكيل ما بيكون قلبي فيرجن، ما بقدر بستقبله على الصيانه. كل شيء سيريال الجديد سنه ال 24 فور شور اي كاستمر بيكون معه ذس وارنتي كارد بيورجينا عليه. هيدا الوارنتي كارد بيكون هو مستلمه من عند الوكيل، مذكور فيه كل الانفورميشن، السيريال نمبر، ومختوم من قبل الوكيل. هيدا كمان فور شور بفوت اندر وارنتي. لهالسبب على طول تاكدوا بس تكون عم تشتروا انفرتر برودكت داي لما يكون معكم الوارنتي كارد، وانه عم تشتروا انتم على طول من مصدر موثوق.